تحية لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع محطات رياضية ومنها انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018 والمشاركة العربية المتمثلة بالمنتخبات الأربعة: السعودية، مصر، تونس، المغرب. ومن بين المحطات الأخرى لهذا اليوم ملف اتحاد الكرة وما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا. بالتأكيد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع عدد من الرياضيين والإعلاميين لمعرفة انطباعاتهم حول عملية الانتخابات. وارتأينا اليوم أيضا أن نستمع ونتحاور من العاصمة الحبيبة بغداد حول هذا الأمر مع شخصية صحفية طالبت مرارا وتكرارا بالتجديد وبتغيير واقع ومنهج عمل وتقييم عام لأداء منظومة الاتحاد الكروي. أيضا ستكون لنا وقفات رياضية مع بطولات وأخبار رياضية منوعة. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم. خليكم ويانا، ورمضان مبارك عليكم في أوله وأيامه الأخيرة. جمهورنا الرياضي، نجدد الترحيب بكم، وانطلاقتنا الأولى ستكون مع المسابقة الأبرز والأهم في عالم الساحرة المستديرة وهي كأس العالم. فبعد طول انتظار دام لأربعة أعوام، ها نحن على مشارف انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي يعني تعد المسابقة الأهم في عالم الساحرة المستديرة. وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب روسيا مضيف البطولة ضد المنتخب العربي السعودي يوم الخميس المقبل المصادف 14 من هذا الشهر. وستكون هذه المواجهة الوحيدة التي ستلعب يوم الخميس، بينما ستقام ثلاث مباريات كل يوم ابتداء من يوم الجمعة حتى نهاية مرحلة المجموعات. وهنالك العديد من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، على رأسها حامل اللقب منتخب ألمانيا، بالإضافة طبعا إلى البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، وربما تظهر لنا منتخبات أخرى ستكون مفاجأة للبطولة. مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم وأخبار كأس العالم. سنبقى مع أخبار يعني هذه المسابقة الكروية الأبرز، حيث تعد هذه النسخة يعني خاصة جدا بالنسبة لعشاق كرة القدم في منطقتنا العربية، كونها تضم أربعة منتخبات عربية هي مصر، السعودية، المغرب وتونس، في واقعة يعني هي الأولى منذ تأسيس كأس العالم. ويمني الجمهور العربي النفس برؤية المنتخبات العربية وهي تذهب بعيدا في المسابقة، ولا تكتفي فقط بالتمثيل المشرف والخروج من دور المجموعات. فيا ترى يعني ما هي حظوظ المنتخبات العربية في هذا المونديال؟ تعالوا نستمع إلى آراء ورؤى مهمة لنجوم الكرة العراقية حول مشاركة المنتخبات العربية. خلينا نتابع. والله ما أعتقد يكون لهم، يعني هو أعتقد راح يكون تشريفي يعني، لكن باستثناء ممكن مصر، أعتقد صعوبة على المنتخبات العربية أنه تجاري المنتخبات الأخرى، لكن باستثناء ممكن مصر أنا أقول لك ممكن يكون عندهم أمل. طبعا انا اتوقع المنتخبات العربيه راح تكون لها مفاجات في بطوله كاس العالم. طورت كره القدم بصراحه في الافريقيه والعربيه بشكل كبير، وبالتالي طموحهم ايضا لا توقف. المستويات متقاربه عند اغلب الفرق، المستويات يعني الفرق العالميه، وانا اعتقد بانه منتخب تونس راح يصل بعيدا، منتخب المغرب ايضا، ومنتخب مصري، وأيضا المنتخب السعودي أعتقد راح يفاجئ أيضا الجميع. نتمنى لهم كل الموفقية، وإذا ما وصلوا إلى مراكز
أو ترتيب أعلى أكيد هذا راح يساعد يعني في التوجه نحو الملاعب العربية والأفريقية من ناحية الاحتراف، وحاليا الاحتراف هو الأساس في نجاح وتطور حتى المنتخبات العربية والأفريقية. والله شوف هي المنتخبات العربية يعني منتخب السعودية والمغرب وتونس ومصر، فأكيد منتخبات راح تكون لها يمكن فت بصمة كبيرة جدا. نشاهد أغلب الأندية عفوا المنتخبات الآن مشاركة في كأس العالم، المنتخبات العربية أغلب لاعبيها هم يعني يخدمون ويلعبون في الدوريات الأوروبية، فأكيد راح يكون قوة إضافية للمنتخبهم في دوري المجموعات في كأس العالم، فأكيد راح يكون أعتقد حظوظهم تكون كبيرة جدا يعني تأهل للدور الثاني، خاصة منتخب الجزائر، منتخب المغرب، منتخب مصر، لاعبين كبار، منتخب تونس أيضا، حتى منتخب السعودي، فنتمنى يظهرون بصورة جيدة يعني الصورة مشرفة للكرة العربية تكون في كأس العالم في روسيا إن شاء الله. يعني المنتخبات العربية عطفا على استعداداتها أعتقد يعني من الممكن المغرب أو تونس أو مصر أو السعودية قد تحدث مفاجأة عطفا على استعداداتها يعني والنتائج اللي حصلت في المباريات التجريبية. أغلب المنتخبات الأربع حققت نتائج إيجابية، لذلك نرجو التوفيق لهذه المنتخبات كونها تمثل العرب جميعا ولا تمثل بلدانها فقط. أعتقد أنه نسبة المحترفين في منتخبات أفريقيا اللي هي تونس والمغرب ومصر ترجح الكفة نوعا ما حسب التوقعات، لكن هذا لا يلغي من حدوث مفاجأة بالنسبة للسعودية كون استعداداتها مثالية جدا، وأيضا أغلب لاعبيها هم محترفين في الدوري الإسباني على النهج اللي اتخذته الهيئة العليا العامة للشباب والرياضة السعودية. ما نروح بعيد في أنه أمنياتنا في تحقيق يعني مستويات عالية جدا، ربما المنتخب المصري الأكثر جاهزية في هذه البطولة، لكن تعرف المستويات الموجودة في نهايات كأس العالم وهي وحدها بطولة كأس العالم أجواءها، يعني ربما البطولة السابقة تفاجأنا بسقوط المدول والكبير للمنتخب البرازيلي، هذا اللي كان ينافس في كل بطولة على المربع الذهبي، لذلك أتوقع تكون مشاركة قوية، مشاركة مشرفة، لكن ما أتوقع راح يعني نوصل للمستويات يعني نعبر دور الثمانية في النهايات. مشاهدينا مستمرون مع المنتخبات العربية الأربعة في مونديال روسيا. الآن دعونا نتجول بين تواجد هذه المنتخبات العربية عبر تاريخ كأس العالم. البداية مع المنتخب السعودي الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 للمرة الخامسة في تاريخه. أما مصر فرغم أنها مثلت الدول العربية أولا وتحديدا في نهائيات كأس العالم الثانية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عام 1934، إلا أن الفراعنة انتظروا عقود طويلة من أجل العودة للمشاركة في المونديال، ونجح المدير الفني الراحل محمود الجوهري رحمه الله في قيادة مصر للتأهل لكأس العالم عام 1990 في إيطاليا. بعد ذلك فشلت مصر في التأهل لكأس العالم لعقود أخرى، وأخيرا تأهلت مصر لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، وسوف تلعب في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف روسيا والأوروغواي والمملكة العربية السعودية. نتحول إلى يعني إلى مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم، إذ شارك المنتخب التونسي 3 مرات متتالية في أعوام 1998 و2002 و2006، ثم غاب مرتين متتاليتين في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014. عاد نسور قرطاج للمشاركة مرة أخرى في مونديال روسيا، ووقع المنتخب التونسي في مجموعة ليست سهلة تماما إلى جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما.
أخيرا مع المنتخب المغربي الذي تأهل لكأس العالم للمرة الأولى عام 1970 بالمكسيك، وخرج من دور المجموعات قبل أن يظهر للمرة الثانية في المونديال عام 1986 بالمكسيك أيضا، ويتأهل للدور الثاني بعد تعادله أمام إنجلترا وبولندا وفوزه على البرتغال، وخرج من دور 16 أمام ألمانيا الغربية بعد الهزيمة بهدف دون رد. وبعد ذلك تأهلت المغرب لكأس العالم عامي 1994 و98، ثم غابت لمدة 20 عاما لتعود مرة أخرى وتتأهل لكأس العالم بروسيا، ووقع في مجموعة أيضا صعبة تضم إلى جانبه البرتغال، إسبانيا وإيران. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، سنبقى مع أخبار المسابقة الكروية الأبرز. نعود مع أمنيات، مع انطباعات الوسط الرياضي العراقي حول حظوظ مشاركة المنتخبات العربية، إذ الجميع يطمح جمهورا عربيا وإعلاما ووسطا رياضيا برؤية المنتخبات العربية وهي تقدم مستوى جيدا ولا تكتفي بالتمثيل المشرف فقط. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتوقف مع آراء أخرى لنجوم الكرة العراقية حول مشاركة المنتخبات العربية في مونديال روسيا، وخلي نتابع. والله اعتقد يعني انا اكو حضور يعني المنتخبات خصوصا ومصر بصراحه، اتوقع حضور اقوى من السعوديه والفرق الاخرى، فاكون اكو راح يكون نت قوي، مو مثل السابق كان في اول مباراه وثاني مباراه نشوف انت فريق كانه ما تقول محطه، لا بالعكس اعتقد راح يكون لهم نت قوي في هذه التصفيات او النهائيات العفو. والله اكيد كل التوفيق، يعني كل واحد يفتخر انه تكون تواجد منتخبات عربيه يمكن المره الاولى، او انه نشاهد انه منتخبات عربيه اربعه وباستحقاق تاهله، لكن اللي نتمناه يمكن احنا دائما ما نقول اكثر منتخبات، يمكن كنا نشاهد السابق السعوديه ومنتخبات افريقيا تتاهل لكن فقط للمشاركه، لكن الان اللي نتمناه انه تكون منافس قوي يعني المنتخبات العربيه وتكون رقم صعب بهذه البطولة اللي نتمناها يعني، لكن تعرف كرة قدم يحتاج لها كثير من العمل، وشوف كرة القدم اليوم في تطور مستمر، وأصور أنه هذه الفرق اللي تأهلت هي باستحقاق حقيقة، لأنه عملت اجتهدت ووصلت إلى كأس عالم، لكن يتمنى أنه وصول لأبعد حدود إن شاء الله. رغم أنه توقعاتي أنه رغم صعوبة المباريات لهم ورغم صعوبة المجموعة بالنسبة للفرق العربية، لكن كرة القدم كل شيء بيها تتوقع، يعني أنه إذا عد الفريق بصورة صحيحة ولعبه بصورة صحيحة أكيد راح تكون نتائج إيجابية، لكن إحنا دائما نكون عندنا يأس أن الفريق العربي ما راح يوصل إلى أدوار متقدمة بالبطولة، لكن أنا باعتقادي أنه يقدرون مثل ما وصلوا لهيش مرحلة أنه صعود من النهايات ويعتبر إنجاز بحق ذاته، لكن طموحنا إن شاء الله يوصلون إلى أدوار متقدمة أفضل إن شاء الله. يعني حقيقة التوقعات في مثل هكذا محفل عالمي مهم يزيد من الطين بلة. حينما نتحدث عن منتخباتنا العربية فأنا أجد أن منتخباتنا العربية ضليعة على المستوى الثالث تقريبا، وأتوقع يعني ربما ستكون هنالك يعني التفاتة لتونس، ربما أعتقد يعني السعودية يعني غير جاهزة للتحضير حتى هذه اللحظة. جمهورنا الرياضي، الآن دعونا نتوقف قليلا مع مجموعة من الأخبار المنوعة نتعرف عليها من خلال الوقفة التالية، وهي فقرة دقيقة ونص. خليكم ويانا ورمضان مبارك. ضمن الإحصائيات العديدة لكأس العالم، يسيطر المنتخب البرازيلي على بطولة كأس العالم منذ تأسيسها وحتى الآن، حيث يعد أكثر فريق شارك بها بواقع 20 مرة، وستكون مشاركته في مونديال روسيا المشاركة رقم 21 ليعزز رقمه القياسي. كما يعد المنتخب البرازيلي أكثر منتخب حقق اللقب بواقع 5 مرات، متفوقا بذلك على منتخبي ألمانيا وإيطاليا اللذين أحرزا اللقب في 4 نسخ.
وبالنسبة للانتصارات في المونديال، يمتلك منتخب البرازيل رقما تاريخيا خاصا، كونه يعد أكثر فريق حقق انتصارات في البطولة منذ تأسيسها عام 1930، رغم أنه ليس أكثر منتخب خاض مباريات في البطولة، بل منتخب ألمانيا الذي خاض أكثر منه بمبارتين. ورغم ذلك حققت البرازيل 4 انتصارات أكثر من الماكينات. وجاء منتخب إيطاليا في المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في المونديال، متفوقة على الأرجنتين التي احتلت المركز الرابع، تليهما إسبانيا في المركز الخامس. ومن القصص اللافتة لنجوم الكرة ضمن مشاركاتهم في كأس العالم، يعد نجم الكرة الفرنسية والعالم ميشيل بلاتيني اللاعب الوحيد الذي سجل في عيد ميلاده 27 ضد الكويت في مرحلة المجموعات لمونديال 1982، وفي عيد ميلاده 31 ضد البرازيل في ربع النهائي. عربيا، زف محمد صلاح نجم منتخب مصر خبرا سارا للجماهير المصرية والعربية حول إمكانية لحقه مباراة الأوروغواي الأولى في كأس العالم 2018. جمهورنا الرياضي، نجدد الترحيب بكم الآن مع ملف اتحاد الكرة وإعلان تشكيلة الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وما رافق عملية الانتخابات الأخيرة من لغط واستغراب وشكوك حول المعايير والضوابط التي تم تطبيقها في إجراء الانتخابات، وكذلك هو الحال بالنسبة للمشهد الكروي العراقي بشكل عام وما رافقه في الفترة السابقة من تراجع وعدم استقرار وتباين بالمستوى والأداء والنتائج. وهذا ما جعل الإعلام والشارع الرياضي وأهل الشأن وكل المتابعين في ترقب وفي انتظار تحديد الخيار المقبل، وذلك لقيادة دفة الاتحاد العراقي لكرة القدم ونقلها إلى بر الأمان. مشاهدينا، اليوم سنبدأ ملف انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة طبعا مع شخصية إعلامية طالبت كثيرا بتغيير واقع الكرة الحالي نحو الأفضل، ودونت وشخصت العديد من الأخطاء التي رافقت عمل منظومة الاتحاد. سينضم معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الأخ والزميل الصحفي جواد الخرسان للاستماع إليه ومحاورته عن عملية انتخابات الاتحاد الأخيرة. بالبداية، أهلا بك أستاذ جواد، ضيفا وزميلا عزيزا على صدى الرياضة، ورمضان مبارك عليك في أوله وآخره. أهلا ومرحبا بكم وبكل أخواننا، ونقولهم رمضان كريم عليكم إن شاء الله. اسمح لنا أولا أن ننعش ذاكرتنا يعني من خلال وقفة قصيرة نتابع من خلالها عملية إعلان تشكيلة الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم القديمة الجديدة بموجب الانتخابات التي جرت مؤخرا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد. نعود بعد ذلك لحضرتك، يعني خليك معنا نتابع ومن ثم نبدأ الحوار. بعد أن تم انتخاب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لولاية ثانية وإعلان تشكيلة الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم والتي تألفت من غالبية الوجوه القديمة مع 3 تغييرات فقط بدخول علي الأسدي وغالب الزاملي وإحسان علي، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم استبعدت 7 أسماء من الانتخابات التي أقيمت في 31 من آيار الماضي، والمستبعدون هم كل من عدنان درجال، أحمد الموسوي، محمد ناصر، وليد الزيدي، نعيم صدام، باقر حميد، غالب الزاملي، مع عودة الأخير ودخوله بقوة قبل الانتخابات بفترة وجيزة. وأسباب الاستبعاد جاءت بحسب اللجنة المشرفة عدم قانونية التزكية التي حصلوا عليها، كما تم انتخاب نجم خط الدفاع السابق في المنتخب الوطني شرار حيدر بعد منافسة مع كابتن المنتخب العراقي السابق يونس محمود لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي قال إن الهيئة العامة غدرت به بعد أن كان هو المرشح الأقوى قبل انطلاق السباق الانتخابي.
يذكر أن انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم قد جرت في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من الشخصيات على رأسها رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ومراقب الفيفا والاتحاد الآسيوي منعم فاخوري. هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد بعث برسالة إلى الحكومة العراقية ووزير الشباب والرياضة شدد خلالها على ضرورة احترام استقلالية الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولكن وبعد إعلان تشكيلة الاتحاد العراقي، فهل يا ترى سيبقى الاتحاد الكروي على ما هو عليه من ضعف في التخطيط والابتعاد عن الإنجازات الإقليمية والقارية؟ وما هو البرنامج الذي سيسير عليه في الأربع سنوات المقبلة؟ نرحب بك مرة أخرى أستاذ جواد، ما هو رأيك بما يتعلق يعني بانتخابات اتحاد الكرة بصورة عامة؟ كيف وجدتها؟ هل كانت هنالك مصداقية وضوابط ومعايير حقيقية يعني للتنافس على انتخابات اتحاد الكرة؟ شكرا لكم على هذا اللقاء والسماح لي بفرصة لكي أتحدث عن هذا الموضوع. حقيقة فيما يتعلق بالانتخابات بصراحة هي لما كانت تكون انتخابات اتحاد الكرة القدم ما قام انتخابات، هذه كانت عملية تجديد ثقة فقط، وتجديد الثقة تختلف عن الانتخابات. وما يدل على كلامي أنه تجديد ثقة وليست انتخابات أنه لم يقرأ فيها التقرير المالي والإداري اللذان يجب أن يكونان حاضران في كل المؤتمرات الانتخابية سواء كان في الأندية أو في الاتحادات. لذلك أولا أنه ما كانت هي انتخابات، كانت فقط هي عبارة عن تجديد الثقة بدليل أنه كل الشخصيات هو تم إعادة طرح الثقة بهم والموافقة عليهم إلا باستثناء يعني ثلاث أشخاص غير مؤثرين راح يكونون. يعني أستاذ جواد، يعني دعني أبدأ سؤالي من نهاية كلامك. التغييرات الثلاثة التي تحدث عنها في يعني بخصوص أعضاء الاتحاد وهم علي الأسدي، غالب الزاملي، وإحسان علي، وخروج الثلاثة المخضرمين السابقين طارق أحمد، كاظم سلطان أبو شوقي، ومحمد جواد الصائغ، هل بإمكان يعني هذا التغيير أي يغير من الواقع أو يحدث شيئا من التطوير في عمل الاتحاد يعني للمرحلة المقبلة؟ لا طبعا ما ممكن يأثرون. ليش؟ لأنه التشكيلة أولا مثل مع أمين المال وأمين السلم 13 شخص، والثلاثة الأشخاص اللي دخلوا ما ممكن أنه يكونون حملون فكرة ورؤية واستراتيجية لتغيير ملامح ورسم طريق أو خارطة طريق للكرة الكرة العراقية، لأن إحنا كما معروف عندنا ومعروف علينا إحنا بشكل عام بالعراق أنه إحنا دائما القيادات هي اللي ترسم، يعني الرئيس، نائب الأول، نائب الثاني، هم اللي يرسمون. أما الأعضائية يعني الأعمال اللي يقومون بها أعمال تكميلية تحصيل حاصل. فلذلك ما أعتقد الثلاثة اللي دخلوا أو الثلاثة اللي خرجوا راح يكونوا مؤثرين. يعني كل اللي راح يكون الصور أنه الثلاثة راح يكون حاضرين فقط في السفرات والمشاركات الخارجية وكذا. ما ليش؟ لأنه الأمر النهائي هو بيد يعني الرئيس، واجهة بيد النائب الثاني الأخ يمكن على الجبار. طيب يعني اليوم نتحدث عن أعضاء كانوا حريصين على البقاء وعلى التمسك بالكراسي من جديد في العمل ضمن إدارة الاتحاد، لكن يعني هنالك مسألة مهمة هي أن هنالك أعضاء مشمولين بقضية النزاهة، إذن هنالك موقف غير محسوم مع النزاهة وغير معلوم مع المحاكم. طيب ضمن هذه القضايا المعلقة يعني كيف سيتم تسوية الموضوع فيما بعد؟ أقصد هنا إذا هذه القضايا أخذت منحا آخر لا سامح الله.
والحقيقة هاي النقطة وهذا السؤال بالذات هذا إلى تداعيات كثيرة. يعني هي الآن قامت أو ما يسمى بالانتخابات وأعيدت نفس الوجوه، والأغلب الأعم من هاي الأعضائية الموجودين هم عندهم مشاكل نزاهة ومشاكل مالية ومحاكم، محكمتين يعني قيمة، والمحكمة الثالثة راح تقيم بداية شهر السابع، هاي اللي راح يفصل بها. لكن السؤال يطرح نفسه، إذا هذه المحكمة اللي راح تكون بشهر السابع، إذا هذه المحكمة حكمت على الأعضائية يعني لا سمح الله بالسجين أو بكذا، يعني شلون راح يكون موقف الاتحاد؟ فكان يفترض أنه يعني الأمور، هذه الأمور يعني اللي هي بصراحة يعني ما أعرف شلون أقولها، اللي متعلقة بشغلات الجنايات وكذا، كان يفترض أنه تنتهي وبعد ذلك تجري الانتخابات، حتى واحد من يدخل الانتخابات يدخل بشكل سليم. ولذلك هذا النقطة كلش يعني بها تزرع هاجس بالنفوس. إذن المحصلة من كلامك، كان من المفترض حسم ملف النزاهة ومن ثم إجراء الانتخابات. حسم الملف. نعم أنا معك. حسم الملف حتى واحد يكون يدخل شون مثل ما يقول العراقيين صاغ سليم. طيب أستاذ جواد، الآن اسمح لنا أن نتوقف قليلا مع انطباعات عدد من لاعبي الكرة العراقية السابقين حول المشهد الكروي العراقي بشكل عام والفترة الحالية التي تمت فيها انتخابات اتحاد الكرة، وكيف ينظرون يعني حول استبعاد الكفاءات من القامات الكروية المعروفة. سنتابع آراء المختصين باللعبة ونعود إليك لتكملة الحوار، خلينا نتابع. حقيقة بالنسبة للانتخابات، حقيقة أنا مختلف هذه الانتخابات. احنا نريد تبديل وجوه. الأشخاص اللي شفناهم موجودين كأعضاء بالاتحاد هم موجودين سابقا وما قدموا شيء لكرة عراقية مع الأسف، غير السفرات والتزوير وغير ولا مشاكل ذلك، اما ما قدموه كتخطيط للكره العراقيه فهذا الشيء مو موجود. احنا نريد ناس تعمل، مو تخطط انه تعمل على متحافظ على مناصبها ومكاناتها وتحافظ على الانتخابات تفوز، احنا نريد ناس تجي تشتغل، يعني ناس تقدم برامج اشعدها. احنا لهذا ما موجوده اي برامج، حتى البرنامج اللي بدا يجي من اسيا يا بسوي اكاديميات بالانديه ما حد يسوي، مع انه الفلوس مدفوعه من الاتحاد اسوي، لان الناس ملتهيه بغير شغلات، ما ملتهين بانه يخططوا للرياضه، يهتموا بالفرق حقيقه. هذا اكيد، هي شوف الانتخابات صح لعبه، تحالفات ولعبه، تتحالف مع انتخابات، تحالف مع الشخص الاقوى في الاتحاد، تدخل بمنظومه كابينه الاتحاد، لكن هي صارت انتخابات وبصراحه احنا ردنا تغيير بعض الوجوه، لكن تغيروا ثلاثه ومفاجاه كانت لنا احنا كرياضيين، يمكن خروج طارق احمد من الكابينة الوزارية، ما حد كان متوقع هذا الشخص انه يخرج، لكن الانتخابات اجريت. نتمنى التوفيق للجميع وعليهم ان 4 سنوات قادمة صعبة جدا. كاس اسيا، نهاية كاس عام 2022، هم وعدوا الجمهور بصراحة، قالوا احنا 2019 كاس اسيا راح يكون كلام اخر في هذه البطولة، يعني المنافسة والتأهل الى نهاية كاس العالم 2022. نتمنى انه يعني تكلموا بهذا الكلام، يكون هم قد الكلام مالهم. اكيد يعني بانه النتائج يمكن كانت واضحه حتى قبل الانتخابات، مدخل الانتخابات، ويمكن انا طلعت باكثر من برنامج كلمت نفس الاخوان المرشحين، هم راح يكونون على قياده الاتحاد للفتره القادمه، والصوره كانت واضحه لكل الجماهير. لذلك انا اعتقد بانه الهيئه العامه اختارت، عليها ان تتحمل مسؤوليه الهيئه العامه، وليس فقط اتحاد القدم يتحمل مسؤوليه، على الهيئه العامه ايضا تتحمل مسؤوليه الخيارات، وبالتالي النجوم اللي ابتعدوا بصراحه عن الساحه الرياضيه والنجوم اللي ما كان لها وجود ايضا مع الهيئات الاداريه ايضا يتحمل المسؤوليه. لذلك المسؤوليه تقع على عاتق الجميع. تمنينا بانه يكون اكثر من يعني 10 نجوم على أقل تقدير يرشحون الانتخابات، سواء كان منصب عضو أو مناصب أخرى. أستاذ جواد الخرسان، أهلا بك. اليوم نلاحظ هنالك رغبة شديدة من الوسط الرياضي والوسط الإعلامي والشارع الرياضي بتواجد نجوم الرياضة في عمل الاتحاد، لكن في الوقت نفسه عشنا لحظات يعني لربما إذا صح التعبير لحظات مؤلمة بخروج نجم كبير مثل يونس محمود خارج الحسابات. هل فعلا هذه الأمنيات والمطالب
هي هواء في شبك أمام من يمتلك خيوط لعبة الانتخابات وأمام بعض المخططات غير السليمة التي تدار من أسرة الاتحاد، يعني مثلما صرح بها نجوم الرياضة وحتى يعني أحد الأعضاء السابقين. أستاذ العزيز، مسألة أن الصحف والإعلام والشارع الرياضي، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد مثل ما يقولون. نعم الشارع الرياضي وإحنا كإعلام نطالب بتواجد نجوم الكرة حتى ممكن يعملون بشكل صحيح ويخدمون الكرة العراقية، لكن اللي حصل شنو؟ أنه أكو من هو مثلا مثل ما ذكره، هو مو أنا اللي أقول يعني ذكره أعضائية بالاتحاد، هو نفسيته يونس، أنه هنالك من يعني اللي يمتلك خيوط لعبة الانتخابات هو اللي أبعد يونس وهو اللي أبعد الشخص الثلاثة حسب تصريحاتهم التلفزيونية، وهذا ما هو معروف لدى الشارع. أما لا تقول لي أنه الشارع يريده وكذا، نعم الشارع اللي يريده أصلا ما يريد هاي التشكيلة هاي التوليفة الموجودة، لأن هاي التوليفة اللي أعيد انتخابها وعيد تجديد الثقة بها، صار لهم 7 سنوات هم يشتغلون بالاتحاد، 3 سنوات الأولى وألغيت الانتخابات وأعيدت 4 سنوات، يعني 7 سنوات عجاف مرت بها الكرة العراقية السابقة، فكيف راح يعني راح تكون السنوات الأربع المقبلة؟ فلذلك ما مستبشرين أبدا بالمستقبل، يعني إذا كانت الكرة العراقية بالتصنيف 90 أو تحت 90 فالمستقبل راح يكون بشكل أسوأ، لأن شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل؟ أنا كنت في إحدى الفضائيات أحد الأخوة يقول راح تتبدل استراتيجيات، أي استراتيجيات؟ هم الشخص مو نفسهم، ليش إحنا مو قبل سنتين طلع الشارع تظاهرة وكذا وقالوا راح نغير، شو اللي تغير؟ كل شيء ما تغير، كل اللي تغير قمنا يدوب بالشافعات نتعادل ويا فلسطين، هو هذا التغيير اللي صار. لذلك أنا بصراحة ما مستبشر بمستقبل كرة عراقية للسنوات الأربع المقبلة إلا إذا يعني حدث حادث إن شاء الله وحاول أنه يغير من هالتشكيلة هذه. سليم جدا، يعني بحكم عملك المهني واهتمامك يعني وتواصلك مع قضية الكابتن عدنان درجال، يعني أين وصل الكابتن درجال حول قضية محكمة كأس الرياضية يعني بالتأكيد الدولية؟ هل هنالك فرصة للملف الذي عده والذي يتضمن يعني وبحسب وسائل الإعلام مجموعة من المخالفات على اتحاد الكرة الحالي؟ يعني هذا موضوع الشكوى مع الكابتن عدنان درجال، طبعا هو الملف اللي يحمله كله مخالفات ومغالطات يعني بالانتخابات بالشخص بالمشاكل، رفع إلى محكمة كأس ورفع في وقت قريب، يعني صار يمكن أكثر من شهر شهر ونص أو شهرين بالكثير. احنا نعرف قبل من كانت الانتخابات السابقه وقيمت عليها دعوه من قبل المعترضين، ورا 3 سنوات يلا محكمه كاس قضت بالقرار وحلت الاتحاد، فلذلك الان الاوراق كلها كامله، هناك بعض الدفوعات محتاجه انه تقدم من قبل الكابتن عدنان كما اخبره المحامين يقدمها، ولكن انه طمن الشارع انه القرار سيصدر جدا جدا عن قريب من يعني لكي تاخذ الامور مجراها ولكي الكره العراقيه يعني تتنفس مثل ما يقولون. طالما تحدثنا يعني عن الكابتن عدنان درجال فلا بد ان نتكلم عن التثنيات. انت تعلم ان يعني معظم الذين ابعدوا عن الانتخابات بسبب عدم حصولهم على التثنيات يعني من ضمنهم السيد غالب الزامري، لكنه في اللحظات الأخيرة دخل وصعد كعضو اتحاد. ما هو تشخيصك وتعليقك لهذا الأمر؟ أستاذي العزيز، الحديث في هذا الموضوع يقودنا إلى أنه أطرح لك فكرة أو حالة صارت بالانتخابات السابقة اللي انحلت. في تلك الانتخابات الاتحاد وضع من ضمن لوائحه انه ممنوع
اللي يدخل الانتخابات مزدوج الجنسية، يعني واحد اللي يصير عنده جنسيتين ممنوع يدخل في الوقت اللي هي الحكومة العراقية كلها مزدوجي الجنسية، من رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان إلى رئاسة. فلذلك الشارع الرياضي انتفض ورفض هذا القرار. ليش؟ لأن كان الهدف أنه هو بعاد الكابتن فلاح حسن. هاي بالانتخابات السابقة. الانتخابات الحالية فصلوها من بشكل جديد، وهو مسألة التثنيات، انه المرشحين من رئيس ونواب واعضائيه بحاجه الى 72 تثنيه، بينما الهيئه العامه 52. هم بالبدايه اعضاء الاتحاد اخذوا التثنيات، لان يعرفون اكو شغله التثنيات، اخذوا التثنيات وتركوا الاخوه الباقيين، عدنان درجال ونعيم صدام وكثيرين والاخ وليد الزيدي، تركوهم بدون تثنيات، وبالتالي حرموهم، يعني قطعوا الطريق عليهم حتى ما يرشحون. كان يفترض انه اذا انتم دائما طالما انه انتم مضبطين شغله الهيئه العامه وقرمتوها، هي كانت 72 وصل، احنا كنا نطالب بتوسيع الهيئه العامه لم 150، قرمتوها وصلتوها الى 52 او 51، طيب انتم ضابطينها وياهم ضابط، خلاص خليه يدخلون عدنان ونعيم صدام والباقي، خليه يدخلون وبالتالي يخسرون ويطلعون. لكن للأسف هم يخافون من شغلة واحدة، أنه عدنان درجال لو دخل الهيئة العامة تتغير نتيجة ضغوط الجماهير والشارع الرياضي. أستاذ جواد، أدعوك مرة أخرى لمتابعة آراء الرياضيين السابقين في لعبة كرة القدم العراقية، يعني حول فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل عام، وكيف ينظرون يعني للفترة الحالية التي تمت فيها عملية الانتخابات، وهل هذه الأسماء المتكررة هي يعني الأفضل، هي الأجدر لقيادة الكرة العراقية في المرحلة المقبلة، أم كان من الأجدر يعني مشاركة منظومة جديدة من أصحاب المعرفة والخبرة والتاريخ الرياضي ممن خدموا الكرة العراقية يعني كلاعبين ومدربين؟ انطباعات لاعبي الأمس حول هذه التساؤلات سنتابعها معا، ثم نعود إليك لتكملة الحوار فيما تبقى لنا من وقت يعني مسموح لهذا الجزء. خليك ويانا وخلي نتابع. بالنسبة للانتخابات حقيقة كنا متوقعين، أنا شخصيا وممكن أكثر الناس، أنه متوقع ما راح يكون هناك تغيير كبير، إذا شاهدنا يمكن إذا كانت النوع الرئاسات أو أنه فقط كان هناك تغيير بالأعضاء، فشيء طبيعي. يعني مثل ما تعرف أنه كل واحد فترة طويلة كان يعمل بالاتحاد لسنوات طويلة، فأكيد كل واحد عامل حساب لهذه الانتخابات و مثل ما يقول متيقن انه هو راح يفوز. وقلت لك احنا تكلمنا بالسابق، قلنا انه راح نفس العناصر اللي هي الصور راح تفوز، وتحقق هذا الشيء انه نفس الاعضاء والرؤساء هم اللي تواجدوا في الدوره الجديده. حقيقه الانتخابات يعني من وجهه نظري الشخصيه انه ما غيروا شيء، انتخابات نفسها، يعني شنو اللي غيروا؟ طلعوا محمد جواد صايغ وابو شوقي وطارق احمد، جابوا ثلاثه مكاتب، ذول اعضاء الاتحاد، يعني هذول هم سبب الفشل الكرة العراقية وفشل اللي صار عندنا. فالمفروض كلهم اللي اشتغلوا بالاتحاد اللي خلال فترة الأربع سنوات اللي ما جاوا بها وما حققوا أشياء بها، فهم هاي يتبدل كلها، مو يتبدل لأعضاء، الأعضاء ما لهم، يعني هم أعضاء موجودين، أي عضو موجود عادي حتى بالأندية أكو أعضاء ما لهم دور، دور رئيس الاتحاد، النائب الأول، النائب الثاني، شو بقين نفسهم مكاناتهم، وغيروا ثلاث أعضائية اللي هاي، وجابوا ثلاث أعضاء جدد نفسهم أعضاء بالاتحاد، فما أتوقع يعني راح يسوون دول الأعضاء الثلاثة الجدي اللي جو جدد أن يسوون نتائج مثل ما هي. فالفشل موجود، وانتخابات ما أعتقد كانت نزيهة، يعني بوجهة نظري أنه مو نزيهة. أعتقد أنه الأيام القليلة القادمة يجب أن تشهد تغيير، إذا ما أراد هؤلاء اللي يعني اللي انتخبوا التشكيلة الحالية أنه يقدموا شيء يقولوا فيه أنهم استفادوا من أخطاء السنوات الأربع الماضية، لكنه بالتأكيد الشارع الرياضي، الوسط الرياضي،
يقول أن هناك مفاجآت قد تحدث خلال المستقبل القريب عطفا على ما تقدم به الكابتن عدنان درجال من خروقات إلى محكمة كاس، وأعتقد أنه هذا الأمر يعني حتى وإن لم يأتي بثمار لكنه سيؤثر تأثيرا كبيرا على مسيرة الاتحاد، قد تكون مسيرة قلقة في البداية إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود، عند ذاك من الممكن أن نرى أو نشاهد عمل الاتحاد الحقيقي. يعني ربما حضرتك يعني أثناء حوارك اليوم تكلمت عن عمل الاتحاد في رسم خارطة الطريق المستقبلية للكرة العراقية، لكن كان يعني مرورك بشكل ثانوي، لذلك أنا أرغب خلال حوارنا هذا في التشخيص الدقيق، وهذا ما يعني يجعلني أسألك حول هذا الأمر. يعني ربما سؤالي في بصيص من الأمل، يعني لابد أن يعني نضع في حساباتنا في كتاباتنا في تعليقنا يعني شيء من الأمل حتى تستمر الحياة. أعود إلى سؤالي، هل تتوقع أن يقدم الاتحاد برنامجا جديدا مفصلا؟ هل تتوقع بأن الاتحاد سيستفاد من أخطائه السابقة ويقدم لنا شيئا جديدا لتطوير الكرة العراقية للسنوات الأربع المقبلة؟ أستاذ العز، أنا قبل لحظات يعني بساق حديث قلت ما ممكن يقدم. ليش؟ لأنه ثلاث سنوات الأولى والأربع سنوات هاي اللي انتهت ما سوى شيء، رغم كل شيء، رغم المطالبات الإعلام، رغم ضغوطات الشارع، رغم التظاهرات العارمة الجماهيرية اللي هنا وقفت باب الاتحاد، تظاهرتين من أكبر تظاهرات الرياضية بالعراق، وحاولوا انه يرشون او يذرون الرماد في العيون من قالوا احنا راح نغير وراح نغير استراتيجيات وراح نسوي كذا ونسوي كذا، لكن شلون يعني كانما شلون واحد يرمي حصى في الماء تحدث قوقعه وبعد ذلك تنتهي هكذا، لذلك مستحيل انه يقدرون يسوون. ليش؟ لانه ماكو مفكرين، ماكو مخططين. الاتحاد يفتقر الى الشخصيات اللي تخطط. استاذ العزيز، ماكو بالاتحاد شخصيات ممكن ترسم خارطه الطريق، ممكن تسوي لك برنامج المنتخب للناشئين للشباب للدوري، ماكو هاي الشخصيات. طريقه عمل الاتحاد بطريقه سيري وعين الله ترعاك. والله يا أستاذ جواد، يا زميلي العزيز وأخي الكريم، يبدو أننا يعني سنبقى نمني النفس بمستقبل مشرق، مستقبل جديد، مستقبل نرى فيه الكرة العراقية تعود إلى سابق عهدها، تتطور تصل إلى أعلى المستويات. أستاذ جواد، لك مني خالص التقدير والاحترام والشكر على وجودك معي في صدى الرياضة. في الختام، هل لك إضافة يعني أو كلمة أخيرة؟ حقيقة في كلمة الأخيرة، يعني جدا جدا أشكركم لتعاتكم هذه الفرصة أن أتحدث أو أبيح ما في صدري من شيء، أو بصراحة أنا اللي في صدري هو اللي أحس من خلال الشارع الرياضي، من خلال الناس اللي تتصل بي سواء كان بالفيس أو كان بالموبايل بكذا. فجدا أشكركم لتعاتكم، وبالإضافة إلى يعني جدا أشكر زميلي وأخي وعزيزي بلال بداع في برنامج صدى الرياضية من قناة الرافدين، هذه القناة المنبر الحر، وإن شاء الله نلتقي عن قريب. شكرا لكم. مشاهدينا، كان معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الزميل الصحفي العزيز جواد الخرسان، شكرا جزيلا له. يعني بالتأكيد الزميل الخرسان ونحن يعني وكل المهتمين مع الحق ومع المساهمة الفعالة في الوصول إلى كل ما يخدم الكرة العراقية، لذلك ترى يعني الجميع حزينا متألما على الواقع الكروي الحالي، ويطمح الكل يعني إلى مستقبل مضيء، مستقبل مشرق
يمحو الصورة السيئة التي ظهرت بها الكرة العراقية في الفترة الأخيرة. الآن مشاهدينا الكرام سنتوقف مع فاصل قصير، نكمل بعده فقرات رياضية أخرى فيما تبقى لنا من وقت مسموح. خليكم ويانا ورمضان مبارك. مشاهدينا نكمل فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم مع لعبة المبارزة، حيث أقيمت بطولة بغداد الدولية التي انطلقت بمشاركة عدة دول مهمة من أوروبا وآسيا بالإضافة إلى الدول العربية. بالنسبة لي شخصيا بالنسبة للاعبين اللي معانا، هي أول مرة منزور فيها بغداد. بغداد جميلة جدا، بغداد الحضارة، بغداد التاريخ، بغداد الكرم والإخاء. سعداء جدا بهي الزيارة، نتمنى نكررها أكثر من مرة، ونتمنى كمان تردوا لنا الزيارة. طبعا نحن متعودين دائما على التعاون المشترك بين الاتحادين بالرياضة وبين التعاون المشترك بكل العلاقات بين الدولتين. كانت كتير حلوة الاستقبال ومميز يعني، واستقبلونا قبل بأربعة أيام من البطولة مشان عسكر معهم وندرب معهم، وصير في شوية احتكاك مع اللاعبين. نشكرهم طبعا، نشكر الاتحاد العراقي وعلى دعوتنا المشاركة بعد انقطاع فترة بسبب الحرب وهيك. نشكر جهودكم كذا واستقبالكم حلو. وأول إن هالبطولة استعدينا إلى أسبوعين، فترة أسبوعين تعبنا فيهم منيح، تمرين صباحي مسائي من التمارين وبقوة تمرنا. والاتحاد العراقي بشكره كتير على المباراة، كتير على خطوطه أنه استقبلنا قبل كم يوم نحتاج مع اللاعب العراقي. وشهدت منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العراقي للمبارزة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد بغداد الفرعي، شهدت منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة. بما أنه هو اتحاد المبارزة وأول اتحاد مبادر ما بعد الاتحاد العراقي للدراجات النارية بدخول الوفود العربية، اليوم نشاهد يعني الحمد لله والشكر دخول 10 دول عربية من ضمنها اليونان أيضا وتركيا. هذا شيء مفرح، اليوم 10 دول. إن شاء الله المرحلة القادمة راح نشاهد دول كثيرة، ولكن تنقص العراق هناك تعاون مشترك. نتمنى من كافة الاتحادات العراقية أن تكون تعاون مشترك واضح في البطولات القادمة، يعني مو فقط أنه يكون مشاركة الاتحاد العراقي الدراجات النارية مع اتحاد المبارزة، لا، نتمنى الاتحادات الأخرى أن تكون مشاركة إليه واقعيا وعمليا وفعليا. وشاركت في منافسات البطولة عدة منتخبات قوية من أوروبا وآسيا بالإضافة إلى الدول العربية، وقد اشتد التنافس في البطولة جراء يعني تعدد الطاقات والمستويات الفنية، وتمكن لاعب منتخبنا الوطني مرتضى الموسوي من خطف لقب بطولة بغداد الدولية للمبارزة، ومحمد الحلفي من العراق أيضا بالمركز الثاني، والإيراني محمد فتوحي بالمركز الثالث، فيما كان المركز الرابع من نصيب التركي كايا أوميت. واتفقت جميع المنتخبات على أهمية هذه البطولة التي أسفرت على يعني إبراز مواهب وخامات وطاقات جديدة في اللعبة التي يأمل الجميع في رفع مستوى لاعبيهم والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بالمبارزة. مشاهدينا الكرام، يذكر أن اتحاد المبارزة العراقي أقيم مؤخرا البطولة الرمضانية المحلية 11 بالمبارزة في العاصمة بغداد، وبمشاركة كبيرة من لاعبي أندية بغداد والمحافظات، وذلك استعدادا لبطولة بغداد
الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم. أنقل لحضراتكم تحيات واعتزاز أسرة صدى الرياضة، على أمل أن ألتقي بكم في الحلقة المقبلة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.